أهمية خاصة لدى المرأة نظرا لعدة عوامل، منها الجمالية ومنها لما يتعلق في البشرة، نظرا لاختلاف أنواعها، والأهم من ذلك علاقتها بالطقس والأجواء والمناخ وطبيعة العمل. للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف دكتورة سيما طنوس، خبيرة البشرة والعلاج بالليسر. يا هلا ومرحبا دكتورة، أهلا وسهلا فيك، مساء الخير. حياك الله دكتورة. مساء الورد، ما شاء الله عليك يا دكتورة، يعني الواحد من يشوفك يحس أنه في فرش. الله يخليك، يعني ما شاء الله فعلا ما شاء الله وجهك يدللك على يعني الصحه في البشره، نعومه الملمس، المراه المتكامله فعلا. الله يخليك، هذا من ذوقك، شكرا. الله يحفظك يا رب. انا بسال سؤال بعيد عنكم شوي، اللي هو انواع البشره بالنسبه لانها تنطبق على الرجال والنساء، فخلني في مجال شويه نعرف فيه. أنواع البشرة متعددة. عندنا البشرة الدهنية اللي بتكون مائلة لوجود البثور فيها، أو بتتميز بوجود المسام المفتوح فيها. عندنا البشرات الجافة طبعا اللي بيكون سببها ممكن قلة شرب الماء. عندنا البشرة الحساسة اللي ممكن تكون شوية عناية زيادة إلها. عندنا بشرة مختلطة، قد يكون تعاني من تيزون بمنطقة الجبهة والأنف والذقن، أما جفاف في منطقة الخدود. فطبعا كل بشرة نوعها مختلف، لها عناية خاصة فيها. نعم دكتورة، بما أننا نحن في الخليج هنا، يعني جو الخليج معروف أنه يمكن يكون حر شوية عندنا في البلاد، فشو أكثر الناس اللي تيجي مثلا تشتكي نوع البشرة شو تكون؟ عادة أكثر المشاكل اللي إحنا بنواجهها عندنا بالمركز، بغض النظر شو نوع البشرة، أكثر مشكلة ممكن نعاني منها ببلادنا هون هي التصبغات الجلدية الموجودة وعدم توحيد لون البشرة. بغض النظر سواء كانت بشرة قابلة لوجود حب الشباب، دهنية، جافة زي ما ذكرنا، حساسة، أكثر مشكلة بنعاني منها هون هي عدم توحيد لون البشرة ووجود تصبغات جلدية سواء على منطقة الوجه أو حتى على منطقة الرقبة. وطبعا هذا بيرجع لعدم توعية بسيطة بأنه عدم استعمالهم لواقي الشمس بكمية كافية. بفكروا انه لما الصبية مثلا تطلع وتكون حاطة فاونديشن او مثلا حاطة البلاشر تبعها هذا واقي كافي، ولكن مع درجة الحرارة اللي عندنا هون ببلادنا فهذا لا يكون كافي ابدا. دكتورة في غلطة للأسف نحن يعني نعاني منها عندنا هنا في الخليج، وهذا شيء في الدم. نحن عندنا دهن العود شيء اساسي عندنا، الدخون ودهن العود شيء اساسي طبعاً. عندنا مثل دلة القهوة والتمر طبعا. نعم، فعندنا الحريم يوم يتعطرن يحطونه على رقبتهم ويظهرون خاري، فهذا شو تعليقك عليه دكتورة؟ سد دهن العود، هلأ بغض النظر أنا بحب ريحته بجنن، بس وضع دهن العود على الرقبة قد يؤدي لتصبغات جلدية. يعني إحنا بنلاحظ الصبية بتقوم بوضع دهن العود على منطقة الرقبة، ومن ثم بتحط الشيلة. الشيلة لونها أسود، بتقوم بامتصاص درجة الحرارة. مع وجود الدهن هي عبارة عن زيت زيوت. زيوت، فقد يؤدي لتصبغات جلدية، فبدها تحطه بمنطقة مخفية أو تقوم بتبخير الشيلة والعبارة تدخنها قبل لا تحطها، تدخنها قبل ما تحطها بحيث انها تحافظ على جمال رقبتها. صحيح، عرفتي بالذات درجه زي ما ذكرنا درجه الحراره عندنا عاليه والشيله بتمتص هاي الحراره. عبد الله شو كنت تسال عن المي في البشره؟ لا لا، غير برد مثلا ثاني حق الانواع اللي هي انواع البشره، لكن اختلاف نوع البشره هنا ايضا يختلف نوع العنايه بالنسبه للفصل السنوي. طبعا هلا احنا شو ما كان نوع البشره سواء كانت قابله لوجود الحب الشباب، جافه، طبعا عنايتنا الصيف تختلف عن عنايتنا بفصل الشتاء. طبعا. بس بكل الأحوال هناك يجب أن يكون عناية مناسبة لنوع البشرة. فمثلا خلينا نأخذ البشرة الجافة، قد تزيد جفافا في فصل الشتاء مع قلة الرطوبة، فبهذه الحالة لازم صاحب البشرة الجافة يقوم بأخذ كمية كافية من المي، بيقوم بترطيبها داخليا وخارجيا، داخليا بكمية سوائل كافية وخارجيا عن طريق وضع المرطبات المناسبة. يعني الغذاء الصحي والمياه الكافية ما تغني عن استخدام المستحضرات، لان تعرفي ان الرجال نادرا ما يستخدمون قليل. صحيح. نعم. صح. لا طبعا، وشرب المي اقل شيء 8 كاسات مي باليوم شيء اساسي، ولكن هذا لا يغني عن وجود المرطبات الخارجيه. في عندنا مرطبات ممكن انك انت تحطها بطريقه ما تظهر هم الشباب بيخافوا انه الوجه يصير يلمع، او مثلا يبين انه حاطط كريم على وجهه، هاي تقلل. احنا عندنا من انه يعني الرجل بيقول لك هاي تقلل من رجولتي، ولكن والله لا، احنا عندنا العقل الشرقي لسه مش متقبل وضع كثير كريمات للرجل. ولكن هو لازم انه يحط واقي شمس، يقوم بترطيب بشرته. حتى ناخذ نوع ثاني من البشره، حتى البشره الدهنيه كثير بفكر
نفكر انه الصبيه او الشاب اللي يعاني من وجود حب الشباب بالبشره الدهنيه اذا تعرض للشمس او ادى الى جفاف البشره قد يقلل من حب الشباب، ولكن هذه ظاهره خاطئه. نعم. حب الشباب اذا تعرضت للحراره او للشمس قد تؤدي الى تفاقم حب الشباب. نعم. فهي ظاهره هم فاهمينها بطريقه غلط. صحيح. العكس، تنظيف البشره بغسول مناسب، وضع واقي الشمس المناسب ذات اساس مائي. نعم. مع مضاد حيوي موضعي او يعتمد على طبعا حده الحاله قد يكون هو الحل. نعم. الاساسي. طبعا دكتور، هذا السؤال انا شخصيا اهتم فيه يعني كثير، لاني انا مراه عامله، وانت حضرتك بعد دكتوره اكيد مراه عامله، فالفئه هاي او الشريحه هاي من المراه كيف نقدر مثلا ان هي تحافظ على بشرتها، تقدر انها يعني يكون لها عنايتها الخاصه؟ صح، المرأة العاملة ما معها وقت كتير تعتني بطريقة جيدة لبشرتها. نعم. فهي دائما تحت ضغوطات وتحت توتر وسترس سواء بالبيت أو بالعمل. صحيح. فالمرأة العاملة بتلاحظ ممكن أن تبدأ ظهور علامات التقدم بالعمر بشكل أبكر من المرأة اللي بتكون مرتاحة أكثر بالمنزل. بس على رجال مثل عبد الله ما تبين يعني؟ لا ما شاء الله عليه عبد الله زي القمر. الله يحفظك يا رب، والله ما انتبهت أنا. الرجال ما تطلع عليهم العلامات بس الحريم. طبعا نعم. الحريم مع تغيراتنا الهرمونية بتعرفي حمل وولادة وبالإضافة للستريس، طبعا إحنا كمرأة ممكن يظهر علينا بشكل شوية أكثر من الرجال، وطبيعة طبيعتنا الفسيولوجية قد تكون لها قابلية لظهور تقدم العمر. فأنا دائما بقول الوقاية خير من العلاج. طبعاً. صحيح. فدائما إذا الصبية بتحافظ من سن مبكر قد يعني بتتجنب مشاكل كتير كبيرة بعمر يعني متقدم أكثر. فممكن إنها هي مع التوتر والسترس اللي هي عايشة فيه قد بتشوف خطوط، قد تشوف ترهل. صحيح. ممكن تقوم بعمل، هلأ في أجهزة كتير متطورة شد الجسم لشد الوجه، كنا نتكلم عنها. صحيح. قبل الهواء في جهاز هو طبعا تقنية حديثة، هي ظهرت من 2006 تم الموافقة عليها. نعم. تقنية تسمى بالالثيرابي، هي من اسمها هي الترا ساوند. نعم. موجات فوق صوتية، طبعا آمنة يعني ما فيها هي اي، هي آمنة جدا، هي موجات فوق صوتية. نعم. يعني هي التي ولكن مركزة. نعم. من الهايفو هاي انتنسيتي فوكس الترا ساوند. نعم. هاي الموجات بنقوم باستعمالها بتم تحويلها لحرارة، يعني تتحول الموجات تعطي حرارة على النسيج الضامن اللي موجود بالوجه، يؤدي لانقباض هذا النسيج فيؤدي. نعم. إلى شد للوجه. دكتورة الموضوع طبعا يطول ما شاء الله عليك يعني، والمعلومات كانت انت اختصرت المعلومات ولكن اوفيتي بحقها، لكن الحوار يبغي وقت اكبر من طبعاً. هذا، لكن احنا طبعا نتمنى ايضا نقابلك مره ثانيه ومرتين وثلاثه، لكن في حوار يكون اكبر ان شاء الله. فقرتنا يمكن وصلت لنهايتها. شكرا جزيلا للمعلومات الطيبه اللي اعطيتيني. شكرا لكم. شكرا. الله يحفظك.